زاهر، بالفعل يعني وصل الآلاف يعني في شارع الحبيب بورقيبة في إحدى أبرز وأكبر المظاهرات التي عرفها هذا الشارع منذ 25 من يوليو، تاريخ تفعيل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 عبر الدستور 2014 وتنفيذ طبعا الإجراءات الاستثنائية في البلاد. طبعا الآلاف كانوا هنا قبل قليل، وكانت هنالك مناوشات منذ الساعات الأولى ما بين الوحدات الأمنية وما بين المتظاهرين الذين أرادوا عبور الحاجز الأمني والحاجز الحديدي الذي وضع على مستوى وزارة الداخلية تقريبا 200 متر عن وزارة الداخلية، ولكن بعد ذلك هدأت الأمور والآن بدأت في الحقيقة تنحصر حجم المظاهرات ومغادرة المحتجين شارع الحبيب بورقيبة. أيضا قيادات جبهة الخلاص الذين كانوا هنا غادروا المكان. في المحصلة كان هنالك زخم كبير لهذه المظاهرات التي دعت إليها أساس جبهة الخلاص على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، بدأت بمسيرة من ساحة الباساج في وسط العاصمة تونس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة. أيضا كانت هنالك مظاهرات أخرى في قبالة المسرح البلدي لخماسي الأحزاب وعدة مظاهرات أخرى. خرجت أيضا الاتحاد عبير موسي زعيمة الدستوري الحر، خرجت أيضا مع أنصارها في شارع خير الدين بعد منعهم من الذهاب إلى منطقة قرطاج، وكان أيضا هنالك وقفة احتجاجية أخرى أمام نقابة الصحفيين. بالتالي كان يوما حافلا سياسيا واحتجاجيا في تونس بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة، وكان هنالك في الحقيقة ما لمسناه هو التقارب في الرؤى والطرح وحتى المطالب والشعارات التي رفعت في كل هذه الاحتجاجات، أبرزها دعوة الرئيس قيس سعيد للرحيل وإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي فعلها بإنهاء العمل بدستور 2014 وإنجاز دستور 2022، واعتبره المتظاهرون هنا باطلا وكل ما جرى عنه من هيئات دستورية وهيئات تعديلية وضعها الرئيس بمراسيم صاغها بشكل منفرد على غرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وحتى هيئة الانتخابات وهيئة الصلح الجزائي. جميع هذه الهيئات طلب المحتجون بإلغائها واعتبارها غير دستورية. كانت هناك أيضا دعوات لإلغاء وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ودعوات أيضا لإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 الذي يحال على إثره العديد من الناشطين السياسيين وحتى المدونين بسبب طبعا الجرائم التي قد تصل عقوباتها على معنى الفقرة 24 من هذا المرسوم إلى 5 سنوات سجن، واعتبره كثيرون من المنظمات المدنية والفاعلون والناشطون تهديدا مباشرا لحرية التعبير الذي يعتبر من أهم مكسب مكاسب الثورة التونسية في 2011. بالتالي كان يوما يشبه كثيرا أحداث الثورة في 2011. طبعا الشعارات التي رفعت تتشابه كثيرا أيضا مع ذلك اليوم، دعوات لرحيل النظام وإسقاطه وإسقاط الدكتاتورية، كل هذه الملامح تشابهت اليوم في شارع الثورة شارع الحبيب بورقيبة. كما قلت الأمور شهدت بعض الأحيان توتر ما بين الوحدات الأمنية والمحتجين، ولكنها لم تصل إلى حالة الصدام المباشر. بعد ذلك بدأت الأمور تعود أكثر للهدوء مع تقدم ساعات الاحتجاج. طبعا بعد ذلك الآن ربما سيتم الحديث عن رسائل هذا التجمع الذي حصل هنا وهذه المسيرة التي تعد من أكبر من المسيرات الكبرى التي شهدها العالم، الرسائل وكيف سيتعاطى الرئيس قيس سعيد أساسا معها. صحيح. وكيف سينظر إليها أيضا لو الخارج باعتبارها وجهت رسائل للداخل والخارج تعبر عن رفض. نعم.